السلام عليكم. احنا كساكنات مدينة تطوان الجمهور الغيور على كرة القدم راه فرحانين بهاد المجموعة اللي استدعى وليد الركاكي في المستوى وسورتو رجوع ديال الحمد لله. هذه واحد الإضافة كبيرة للمنتخب الوطني وكنتمناو له التوفيق كما كيسجل في الخليج يسجل حتى في كأس العالم. وخصنا نقول للجمهور المغربي باش يشجع وليد الركاكي، ما بقاوش نعلقوا شي تعليق اللي السيد عاد بدا البدايه ديالو نبداو نقولوا علاش عيطن هذا وعلاش ما عيطين هذا. راه اللائحه راه معروفه 26 لاعب، لو كانوا كيعملوا 50 لعابه كاين بزاف ديال اللعابه اللي كانوا يقدروا يجيو، ولكن كره القدم هي هذه، يعني 26 في المستوى اللي عيط لهم وليد الركاكي. السلام عليكم. بعد اول حاجه كنهني المنتخب الوطني المغربي على التاهل ديالو للمونديال مونديال قطر 2022، وكنتمنوا ان شاء الله في التظاهرة هذه اللي احتضنا في قطر نتمنى المنتخب الوطني يعمل واحد البادرة طيبة ونفرح الشعب المغربي و بصفة عامة والشعب الأوروبي إن شاء الله. ومن خلال عودة حمد الله كنشكروا الجامعة الملكية المغربية وكنشكروا الجمهور المغربي، وحنا كندعموا المنتخب المغربي في السراء والضراء وكنتمنوا يعملوا واحد بون ريزولتا، وهذا الشيء اللي كاين. ومتمنيت كنتمنى المنتخب المغربي الفوز ان شاء الله في اولى المباريات ديالو، وشكرا. السلام عليكم. اول مره غادي نشوف التشكيله ديال الفريق المنتخب الوطني، بلا ان هذه المره هذه وليد الركراكي قام بواحد تشكيله رائعه، وحتى حنا كنا كننتظروا الرجوع ديال حمد الله اللي تا هو عنده دور كبير في المنتخب الوطني. وشكرا بزاف لجميع اللعابه زياج وكلهم بالتوفيق ان شاء الله. وهذا يعني الجمهور ديالنا راه ما غاديش يتخلى على الفريق ديالو ودائما مسنده، وان شاء الله باذن الله يقدر يدو تا هما كاس العالم ما تعرفش ان شاء الله، وكلشي بالمكاتب. بالنسبه للوراق اللي تسلاو راه هذا كيبين شي حاجه كبيره مزيانه ان شاء الله، نتمنى التوفيق.